السلام عليكم، غادي نوريكم الجديد. اواني شعيب كيجيب لكم براد واعر لا مارك لوكسيوس بريستيج، الثمن ديالو ماشي 230 درهم، الثمن ديالو 90 درهم فقط، 1800 ريال. شوفوا معايا البراد كيفاش داير. يا سلام على الاينوكس، على البريستيج، على اللوكسيوس، على الاوريجينال، الثمن ديالو 90 درهم، 1800 ريال. ما تقدروش تخيلوا الناس كيفاش تفاعلوا مع الترموسات. هاد الترموسات اللي كنا كنبيعوهم بروموسيون 150 درهم، حيت حنا حيت نورمالمون كيديروا 3600، درنا ليهم 120 درهم. جوج ترموسات ب 120 درهم، 2400 ريال فقط. هاد البراد حتى هو دار لا طوندونس، لاننا درنا ليه 60 درهم، 1200 ريال، واكيد الصوت ديال 10 دراهم. ما شاء الله تفاعلوا مع الناس بزاف. 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. ما شاء الله، تنقول مرحبا بجميع الجاليه المغربيه اللي جاونا من العالم كامل. مرحبا بالناس اللي جاونا من خارج كازا. تنقول لكم اواني شعيب كيرحب بكم. ها هي الهاشوار مازال مستمره، هاشوار لأول مرة قلت سابقة في التاريخ هنا في المغرب، أول مرة كتكون هاشوار كتخدم بالضو ومانيال، يعني بلا ضو. غير باش نوضح واحد القضية، ديال جوج إيترو كدير غير 140 درهم. هاد المانيال إلا درتي ليه هكا كتخدم مانيال، وبهاد الموتور كتخدم بالضو، فيها كطحن الربيع، بصلة، المطيشة، الثومة، متعد تعددت الاستعمالات، ما كطحنش بها غير حاجه وحده. الثمن ديال هذه ديال جوج ايترو ب 140 درهم، ديال 3 ايترو ب 160 درهم، ديال جوج ايترو ولكن فيها جوج الكيسان ب 170 درهم، و 3 ايترو وفيها جوج الكيسان 199 درهم. اخوان، بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف يدير لينا جيم، كلشي يدير لينا جيم ويبارطاجي اللايف. ارخص محل في المغرب. بزاف الناس يقولوا لي كون غير جيتي عندنا الفاس، كون جيتي عندنا المكناس، كون جيتي عندنا لطنجة. هذه حقيقه، بزاف الناس غتجيهم معجب، ولكن هذه حقيقه لبعض النساء وبعض الزبناء. اواني شعيب يكون عنده في المدينه ديالهم هو حلم، وكنتمنى نحققه ان شاء الله مع اي واحد كيبغي اواني شعيب. شوفوا معايا هذا البلاطو شحال زوين، بلاطو رويال، كيصلح حتى للكادو، كيصلح لاي حاجه. الثمن ديالو 199 درهم، فيها الدوري كيبان واعر. شوفوا الدوري ديالو شحال زوين، الثمن ديالو 199 درهم. اللي غادي يجي ياخذ بلاطو رويال يكتب لينا بلاطو رويال في لي كومونتير. الناس عافاكم ديال الكادوات، ترموسات راه كيجيو زوينين في لي كادو. خذوا جوج ترموسات بريستيج ب 120 درهم، 2400. هادو راه كيديروا غير 90 درهم، شتيهم؟ هادو راه كيديروا غير 1800، هادو كيديروا 130 درهم. جبنا لكم واحد الفرفاره جديده، هذه كلكم كتعرفوا، ركزوا معايا مزيان. الثمن ديال هاد الفرفاره كدير 2600، راه قربت تقاضى، وكنظن تقاضات عندنا في الحي المحمدي، باقى شي حاجه قليله في المحل ديال المدينه. وجبنا لكم هذه كبر منها شويه وكتشد باليد، الثمن ديالها 140 درهم، زايد عليه غير ب 10 دراهم، 2800. حاليا هذه اللي باليد وكدير 2800 كاينه غير في محل اواني شعيب المدينه، وان شاء الله ابتداء من دابا يومين غتكون في جميع محلات اواني شعيب. هذه واعره كدير 30 درهم. الثمن ديال هذا التبصيل كيدير فقط 70 درهم. شوفوا معايا هاد شحال الثمن ديال هادي، رائعه. هادي كنا كنبيعوها ب 5000 ريال، درنا ليها 219 درهم فقط. شوفوا معايا السوبيره كي دايره بالجبيبنات ديالها، الثمن ديالها والتبصيل باك كامل كيدير فقط 219 درهم. شوفوا معايا التويشيات شحال زوينين، الناس اللي كيعجبهم الدوري. الثمن ديال هادو غتاخذوا جوج ب 25 درهم. شوفوا انت بجوجهم، شد معايا فحال هكا، شوم صفاي وكذلك المغرفه بجوجهم ب 15 درهم، انت 4 ب 1000 ريال، ولكن اللي بغى وحده كدير 15 درهم.
كاين هاد البالا اخوان عافاكم اي واحد كيشوف في اللايف هاد البالا تبارك الله كتخرج بكثره الثمن ديالها حتى هي 15 درهم وجوج ب 25 درهم كلشي بارطاجي اللايف الاخوان كلشي 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 الكوكوطة الاخوان الثمن ديالها 5 اترو كدير 199 درهم كوكوطة 5 اترو كدير 199 درهم شوفوا معايا الثلاجة المتنقلة ما شاء الله اكثر قياس خرج لينا هو 23 اترو ما يمكنش اللي كيجي المحل كيهز الثلاجة المتنقلة الثمن ديالها 199 درهم هيا 23 اترو ب 199 درهم 10 اترو ب 150 درهم و 5 اترو هذيك كياخذوها حتى الناس اللي كيبغيو يديروا فيها الدواء وداكشي الثمن ديالها 130 درهم اكيد الصوت ديال 10 دراهم كتشوفوه كيف كتشوفوه باكيه الكيسان ب 10 دراهم هادو اللي باليدين 10 دراهم كذلك الكيسان ديال اتاي ب 10 دراهم باكيه الكيسان ديال المناضه ب 10 دراهم هادو اللي كتشوفو حتى هما كيديروا 10 دراهم كاين عندنا المقالي الكوكوطات الكاسرونات اواني القطبان راه مازال كاينين الثمن ديالهم 10 دراهم ارخص محل في المغرب تقدر تشري فيه الماعن هو اواني شعيب اي واحد كيشوف اللايف كننصحو انه يجي يتقدى الصولد يجي يتقدى البروموسيون يجي يتقدى الهمزه جاو عندنا الناس ديال الجاليه المغربيه بزاف ولا شويه الناس ديال الجاليه المغربيه فراسكم كتنوروا المغرب كتنوروا اواني شعيب كتجيو بواحد البهجه وكتجيو بواحد الطاقه وكتجيو بواحد لينيرجي زوينه حتى الناس اللي خارج كازا كيجيو عندنا من برشيد من خريبكا من مراكش من فاس حتى نتوما كتجيو بطاقه زوينه علاش لانكم كتجيو فرحانين كتاخذوا براد كيدير عندكم 3000 ريال هنا عند اواني شعيب كتاخذوه ب 60 درهم 1200 ريال كتاخذوا اللي كبر منه ب 80 درهم فقط عند اواني شعيب كتاخذوا اللي كبر منه ب 90 درهم فقط عند اواني شعيب الكبير ديالو كيدير عندكم 3600 كتاخذوا عند اواني شعيب ب 99 درهم اكتبوا لينا عفاكم في التعاليق من اشمن مدينه غتجيو عندنا الكازا من اشمن مدينه غتجيو عند اواني شعيب كلشي كتب لينا في التعاليق الاخوان مرحبا بكم نسيتي قنيطرة مرحبا بالناس قنيطرة تحية كبيرة ننزل قنيطرة اواني شعيب المحل ديالنا في المدينة جورا بنك المغرب اللي وصل حدا كرة ارضية ولا جرة الحمام ولا البرنس يسول على اواني شعيب في الرحمة كانت تواجدو في التيرمينيز ديال الطوبيس نمرة 50 وفي الرباط كانت تواجدو في روب والمنال في الصف ديال سناك انس في المحمدية كانت تواجدو في الجوطية وفي القريعة في الروبو ديال مالي البونج البرنوسي ورا النيابه كاينه نيابه وحده في البرنوسي وفي الحي المحمدي عندنا جوج محلات واحد جا في الطلعه ديال القيصريه والاخر جا مقابل مع قهوه تيتانيك غادي نعطيكم الارقام ديال لا ليفريزون مرحبا كنقرا التعاليق ديالكم كتبوا لينا من اش من مدينه غتجيو تقداو من عند اواني شعيب واش غتجيو عندنا من كازا كتبوا كازا في التعاليق واش غتجيو من مراكش واش غتجيو من فاس واش غتجيو من مكناس كلشي شارك معنا في الكومونتير غنجي عندكم من امريكا يا سلام الناس ديال امريكا انت وما تبارك الله كيجيو بكثره ارخص محل في المغرب تقدر تاخذ منه الصولد هو اواني شعيب شوف معايا هذا البراد الثمن ديالو 90 درهم اللي غادي يجي ياخذ البراد بريستيج يكتب لينا براد بريستيج في الكومونتير والثمن ديالو 90 درهم 1800 ريال زيد اللي كبر منه 100 درهم شوف 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 معايا البراد شوف معايا التفاصيل الدقيقة ليكسوس اوريجينال الاخوان ها هو 100 درهم زيد شوف معايا اللي كبر منه كيدير 120 درهم واعر حنا ما كاين لا 4000 لا 6000 طحت لي الشوشة الملكية هاهي اللي كبر منه كيدير 120 درهم وتخايلوا معايا الصدمة القوية والكبير ديالو من 4600 كنبيعوه ب 130 درهم ودائما ليكسوس شوفوا معايا ليكسوس اوريجينال الاخوان حتى
الثمن ديالو 130 درهم. شوفوا معايا التبصيل كنبيعو 4 ب 60 درهم، هذا كنبيعو جوج ب 1000 ريال، والنمره 36 كنبيعو جوج ب 60 درهم. التبصيل 36 بيس كيدير 750 درهم. جاو ليه الناس ياك بكثره تبارك الله، ها هو الثمن ديالو 750 درهم. اخوان عافاكم اللي كيشوف اللايف يبارطاجي اللايف، طاقيو صحابكم في لي كومونتير، قولوا لهم شعيب جاب لكم براد بريستيج واعر ب 90 درهم 1800. اجي نديروا شي حطه زوينه ديال الكيسان، ها زيد يلا اجي شد معايا فحال هكا نشوفوا كيفاش غتجي. ارى لي هذا هذا يا كنيش زيد، اوه هادشي رائع. زيد زيد ارى لي شي كيسان زوينين. شوف اعطيني كيسان زوينين وكيديروا غير 1200 ريال، لا لا ما تعطينيش، اعطيني زوين، اعطيني كيسان زوينين وكيديروا غير 60 درهم. ارى لي ارى ارى لي، شوفوا معايا بقاو معايا الاخوان، بقاو معايا والله الا واعر. شوفوا على باك شحال زوين، شوف 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 على باك شحال واعر. انا غنعطيكم الثمن دابا، هادشي زوين بزاف ورخيص. الفرفاره 200 درهم، الاير فراير كدير 599 درهم واخا نجي عندك. الهاشوار مانيول الكتريك كتخدم بالضوء وبلا ضوء 140 درهم. الكوكوطا 5 يترو عيوة 6000 ريال غتاخذوها ب 199 درهم. الثلاجه المتنقله الثمن ديالها 130 150 199 درهم. زيد البلاندر الاخوان لا مارك كينز 170 درهم كطحن الثلج، واينوكس 180 درهم قربوا يتقاداو، قريبا غيتقاداو الاخوان. زيد 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 يا اخي زيد، شوفوا معايا هذه 130 درهم، ما تخاف لا من صدى لا والو، عطريه ديال العود بالسيبوره ديالها ديال العود وكتسد مزيان. شوفوا كيفاش كتسد، شوفوا شوفوا بشاخ يعني العطريه ما كتبردش فيها. هذا 130 درهم، ثلاثه الطبقات 170 درهم، واللي فيها 13 البياسه كدير 199 درهم. هذا البراد كيدير 70 درهم. عافاكم الاخوان بغيت نسولكم شكون هما الترموسات اللي عجبوكم، واش ديال 120 درهم كتبوا لي في لي كومونتير 120 درهم جوج، ولا ديال 130 درهم كتبوا في لي كومونتير 130 درهم، ولا عجبوكم ديال 90 درهم كتبوا لي في لي كومونتير 90 درهم. ارا نشوف هناك الحطه كيفاش جات. او بلاش حط، خليني ندير اللمسه ديالي اصاحبي، حيد 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 اصاحبي حيد. او هادشي رائع، هاد الكيسان هاد الكيسان ب 60 درهم والله العظيم الا هادشي جميل. ولكن اصاحبي راه خلطتي، ما ادري خصك دير الالوان، خصك تخلط. زيد الحمر زيد الحمر، فين هو الحمر؟ هو حتى الحطة اصاحبي داير معربزه، ولكن جا داكشي زوين شي. شوفوا معايا والله الا واعر، وتخيلوا معايا هاد الكيسان كيديروا 1200 ريال ما كيتقشروا ما والو، كيديروا 60 درهم. وتخيلوا معايا البلاطو رويال غتاخذوه ب 199 درهم، اكيد ما كيخصوش يقيسوا الماء. هاد لي بلاطو الاخوان غنهضر لكم على التجربه ديال دارنا، حنا في دارنا عندنا المده ديال 5 سنين، ما كحال لينا ما صدى لينا ما خسر لينا، بالحق ما كنقيسوش الماء، ما كندخلوش للكوزينه، من الطابله ديال الضياف كيتمسح وكيرجع في كريطينتو. علاش؟ لان هاد لي بلاطو الا قاسهم الماء وبقى فيهم الماء مع الاسف كيصديو. حنا تنقولوا الصراحه للكليان باش دائما تكون الثقه بيناتنا، حنا كنبغيو الثقه تكون ما بين اواني شعيب والكليان. انا ما نجيش نهز هاد البلاطو ونقول لكم اينوكس مزيان ما كيصديش ونبدا نكذب عليكم، لا. الحقيقه هي ان هاد البلاطو ديال رويال الا بقى فيه الماء كيصدي، ونهضر لكم على تجربتي حنا في دارنا، راه 5 سنين وعدنا في الدار ما صداش لينا، اقسم بالله العظيم. واخا ما كنبغيش نحلف في لايف، ولكن حلفت على دارنا ما كيصديش بالحق، ما يبقاش فيه الماء. الناس اللي عندهم هاد البلاطو رويال وما صداش ليهم اكتبوها ليا في لي كومونتير، قولوا لينا عندنا هاد البلاطو رويال وما كحالش.
علاش؟ لانهم احتفظوا عليه. المرأة المغربية معروفة بالتاويل وبالحداقة، اما اللي غادي تشدو غيجيو عند الضياف وغتحطو في الكوزينة وترش عليه الماء وتخليه حتى الغد اللي عاد باش تغسلو، سي نورمال غادي يصدي لك. الثمن ديالو 199 درهم 60 درهم، وهذا كيبدا من 90 درهم. كيف كتشوفوا، مرحبا بكم اواني شعيب، كيرحب بكم. كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء في المدينه، في البرنوصي، في الرحمه، في القريعه. كتبوا لينا في التعاليق اشنو هو المحل اللي غتجيو تقداو منه. هذا هو المحل ديالنا في المدينه، اللي في البرنس، ورا البرنس، ورا كره ارضيه. واك واك تعصبت، صوبتي الصينيه والكيسان والبراد جاو زوينين. انا مدمنه على اواني منزليه اكثر من الحوايج، عندك الحق. حتى انا ما صداش ليا كتهضر على هذا واحد السيده، عندك الحق، حتى انا ما صداش ليا. انا عندي باقي هو هو، ولكن كلامك على صح. زيد 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 دير لينا شي محل في قنيطره. مرحبا الناس ديال قنيطره، غتاخذوا التران من لاكار ديالكم غيهبطكم في كازابور، خمسة دقائق على رجلك تلقى راسك في المحل. من كازابور، من محطه ديال التران ديال القنيطره لكازابور في كازا، كازابور محطه التران في الدار البيضاء بعيده على اواني شعيب بخمسة دقائق على رجلك. اللي هبط في كازابور ديال التران ديال كازا يسول على كره ارضيه حنا في الدار ديالها. كيف قلت لكم الاخوان، الفرفاره كدير 130 درهم، راه قربت تقاده، قريبا غتسالي، ولكن هذه اللي باليد كدير 140 درهم، زيد عليها ب 10 درهم، حتى هي العدد محدود جدا. كاين عندنا كيسان ديال 60 درهم، شوفوا معايا الكيسان ديال 1200، 12 كاس ب 1200، شوفوا الرخامه شحال جات زوينه. 12 كاس ب 1200، هادشي كامل كيدير فقط 1200 ريال. دائما الاخوان كنرحب بجميع الزبناء. هاد الترموسات كيديروا جوج ب 130 درهم، 2600، حتى هما كيبانوا واعرين. واحد السيده قالت لك هاد البلاطو عندها اكثر من 8 سنين، عافاكم قراو لي كومونتير، قالت لك عندها اكثر من 8 سنين وما خسرش ليها. برافو عليك لال، انت غادي نسميك لالا الحادقه، لان الناس اللي كيخليو فيه الماء راه كيصدي لهم. حنا تنقولوا الصراحه، وكتبقى النيه ديالنا والدمة ديالنا صافية. خلي لي البلاطو، هذيك اللي هذيك اللي خلي البلاطو، ما حد هذيك اللي كحليها البلاطو ما حدقاش. أنا كنجي من تادلة وكنتقدى عندكم. مرحبا، دير لينا محل في سطات، والله ما كرهت تنقرا التعاليق ديالكم. إخوان عافاكم، وأنا تنكمل لكم في اللايف. ستوب ستوب عافاكم، بغيت كلشي يدير لينا جيم 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 وبارطاجيو اللايف عافاكم. بغينا الناس كاملين يدخلوا يتفرجوا معنا في هذا اللايف. بلاتي ستوب، ها هو، ديروا لينا جيم. شوف شوف شوفوا هنا، هاهي هنا هنا هنا، هاهي تبارك الله 2900 واحد كتشوف اللايف. ديروا لينا جيم، بغينا 2900 لايك. ديروا لينا جيم، راه جيم ديالكم هي اللي كدعمنا، كتخلينا ديما نجيبوا لكم الجديد، كتخلينا ديما نتقاتلوا ونهبطوا لكم في الثمن قد ما كنشوفوا لي فيو، واخا ما كنربحوش منهم المشاهدات، لاننا حنا ما طالقينش خدمه الاعلانات، ما كنربحوش من المشاهدات، ولكن كنبغيو الناس يشوفوا لينا الفيديوهات ديالنا اكثر. هادشي كيدعمنا نجيبوا لكم الجديد ونقصوا في الثمن. حاجه وحده اللي مطلوبه منكم، ديروا لينا جيم. هاهي 2938 واحد، بغينا 2933 جيم، وبغينا 2933 بارطاج. هاي هنا هنا، انا من القنيطره كنت ساكنه عندكم وربحت معاك كيسان ديال القهوه، شكرا لك ولدي. احسن كليانه هي خديجه، خديجه رضا، نهار تجي عندكم هاد خديجه، خديجه من القنيطره للمحل، عيط لي في التليفون، بغيت نتلاقى معاها كليانه زوينه، كدعمنا بلي كومونتير، كدعمنا بالقلوبه، كدعمنا
بالتعاليق الايجابيه اللي كتعطينا الطاقه الزوينه. لي كومونتير ديالك لاله خديجه هي اللي كتعطينا لا موتيفاسيون نبقاو مستمرين. ماشي واحد كيجي عندنا المحل كيلقى شويه ديال الضغط في المحل وكيلقى الدنيا عامره كيجي يكتب لك كومونتير وانتوما ما كتعاملوش مزيان، المعامله زيرو، راه ما يمكنش محل فيه الصولد فيه البروموسيون الناس كتجي بكثره سي نورمال لو سيرفيس غادي يكون شويه صعيب. ما يمكنش كاين عندنا الضغط وغادي يكون عندنا السيرفيس طوب مزيان، ما يمكنش. الا بغيتي السيرفيس واعر غتمشي لمكازا خاويه ما فيهاش الكليان، غتلقاي السيد واقف كيتسناك غير انت تجي عنده ويقول لك مرحبا بك. حتى حنا كنتعاملوا زوين، الدراري كيبتسموا مع الكليان، كيتعاملوا معاهم زوين، كيهزوا لهم السلعه، كيوصلوا معاهم السلعه للطوموبيل، كيجبدوا لهم داك الشيء اللي بغاو، تيقولوا لهم الثمانات، كيبتسموا لهم في وجههم، اي حاجه كنديروها. ولكن راه ما يمكنش فوق من هذا الشيء، هذا الشيء اللي في جهدنا. دعمونا بلي كومونتير ايجابيه زوينه، ماشي واحد يجي يلقى المحل عامر بالكليان ويلقى الضغط الوليدات مضغوطين ويقول يجي ويجي في العشيه يكتب لك في كومونتير المعامله ما هذا هو جهدنا. قبلوا علينا بحال هكا، قبلوا على اواني شعيب بحال هكا، هذا جهدنا عليكم، مرحبا بكم كاملين. ديروا لينا جيم، زيد 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 الاخوان، كلشي يدير لينا لايك والبارتاج من هنا. تبارك الله عليكم كاملين، شكرا. شوفوا التعاليق الايجابيه اللي كتعطينا الطاقه واللي كتشجع الشباب اللي كيدير لي بروجيات وكنتقاتلوا وكنديروا معاكم ثمن سبيسيال. درنا ستيل جديد في بيع الاواني المنزليه، بلاطو بريستيج ديال المرايه كان كيتباع ب 8000 ريال ورجعناه ب 90 درهم، براد كان كيدير 300 درهم ورجعناه ب 90 درهم، براد كان كيدير 3600 رجعناه ب 60 درهم. دخلنا واحد السيل جديد في الكوميرس ديال الاواني المنزليه، خصكم تدعمونا نتوما بلي كومونتير زوينه، ماشي غادي نجي ندير كومونتير ديال والمعامله، راه هذا جهدنا. قبلوا علينا وكنشكركم بزاف على الدعم اللي كتعطيونا الاخوان. كلشي دير لينا جيم، كلشي كلشي كلشي. والله الدراري زوينين وسعاد الله يحفظها، شكرا. شوفوا شوفوا التعاليق الزوينه، شوفوا شوفوا لي كومونتير، قراو بعينيكم، قراو بلاتي، قراو بلاتي. والله الكومونتير كلهم غنوريهم لكم، والله الدراري زوينين وسعاد الله يحفظها. قريتوها؟ يلا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، يلا 38 واحد اللي بارطاجات اللايف، انا غنكمل معاكم الصوت، غير بقاو معايا، غير بغينا شويه ديال الدعم عافاكم في البارطاج وغنوضو نكملو معاكم البروموسيو، بقاو معانا. او 81 بارطاج، زيد 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 زيد. ديروا لينا جيم، ديروا لينا جيم، الله يعمرها دار. شكرا شكرا شكرا، الله يسهل عليكم، شكرا شكرا شكرا، الله ييسر لكم الامور، الله يوفقكم. رابع اللي في حي المحمدي احسن واحد كيتعامل معايا، شكرا معلم، شكرا. ديروا لينا جيم، بارطاجيو اللايف من هنا. تبارك الله عليك خويا شعيب دائما متالق، تحيه لسعاد، سعاد هي اشهر وحده في محلات اواني شعيب. يلا كلشي كتب لينا في التعاليق تحيه لسعاد، سعاد في المدينه، تحيه لسعاد. فين هي سعاد؟ مشات صافي. يلا الاخوان اللي جا غدا للمحل ديال المدينه يقول لسعاد، يقول لها تحيه ليك لاله سعاد. شكرا لكم على جيم، شكرا لكم على البارتاج، كلشي بارطاجي اللايف، كلشي 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 كلشي. زيد زيد زيد، او صافي 111 ودابا كتبارطاجيو اللايف، شكرا. اخوان طاقيو لينا حتى الناس في لي كومونتير عافاكم، من هنا من هنا. انت شوف انت غديروا اغوباس اغوباس شتا اغوباس، وغطاقيو الناس اللي عندكم، طاقيو عافاكم الناس في لي كومونتير، اللي كيعرف شي واحد يطاقيه باش يدخل يتفرج في اللايف، طاقيو. تحيه لسعاد، تحيه لسعاد، شكرا لكم. هذا هو الدعم اللي غادي يعطي لسعاد، واحد لينيرجي زوينه بزاف. شوفوا معايا هادو، هادي كدير، هادي كنا كنبيعوها ب 15 درهم، رجعنا باباها جوج ب 10 درهم، شوفوا جوج. كلهم ظريفين، ريدة وسعاد وريدة وحسن. تحية لسعاد، تحية لسعاد، تحية لحليمة في البرنوصي، يا سلام، تحية لحليمة من البرنوصي تاهي.
شوفوا معايا 5 دراهم. دائما اجدد الترحاب، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام الشبيلي. صافي تحيه لسعاد من ميدلت، سعاد والدراري احسن معامله. دائما اجدد الترحاب، مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر. كيف كتشوفوا كاين عندنا هاد الفراقات الملكيين واعرين. حل لي عفاك الفراقه الملكيه، شوف شوف الثمن ديالها 130 درهم، 2600. كلشي بارطاجي اللايف، نتوما دابا مباشره من ارخص محل في المغرب كيبيع لكم الصوت ديال الماعن. تنقول لكم اجيو تقداو، راه بزاف اللعيبات زوينين يقدروا يتقاداو في اي لحظه. كنحلوا من 10 الصباح حتى ل 10 ديال الليل. هي 130 درهم، 2600 ريال فقط. زيد كتشجعوا الناس يتقداو الماعن. شكرا، تنقرا التعاليق ديالكم. يلا اجي ندير معكم واحد الدوره على السريع، اجي نجي هنا شويه. شو معايا هاد لي بلاطو، كنبيعوا لكم ثلاثه البلاطوات ب 400 ريال، ثلاثه البلاطوات ب 20 درهم. شوف معايا هاد الكيسان كيديروا 10 دراهم، باكيه ب 1000 فرانك. حتى هادو كنبيعوا باكيه ب 10 دراهم، تا هما رائعين. زيد كاين عندنا الطوال كيديروا 15 درهم، كاين عندنا هاد القراعي كيديروا 10 دراهم. شوف معايا هاد القراعي راه كيتسدوا مزيان، الثمن ديالهم 10 دراهم. كاين عندنا الكاسرونات ديال الجرانيت، الكوكوطات، كاين عندنا لي بونبونيير، البلاطوات ديال الشوا كيف كتشوفوا. كاين عندنا هاد لي مول، هادو كاين عندنا، هادو كنبيعوا 3 ب 400 ريال، 3 ب 20 درهم. شكون اللي غادي يجي عندنا غدا يكتب لينا انا في لي كومونتير الاخوان، اللي غيجي عندنا غدا يتقدى يكتب لينا انا في التعاليق. الثمن ديال هادو 3، لا كنبيعوا 3 ب 10 درهم، زوينين هادو. شوف هما 3 ب 1000 فرانك، طبيصلات بيضين صغيورين كنبيعوا 3 ب 10 دراهم، كيجيو زوينين في الحطه. زيد كاين عندنا الماس، الفورشيطات، القراعي، ما شاء الله كلشي كاين. عندنا هاد الحكاكه كدير 10 دراهم، رائعه كيف كتشوفوا. كاين عندنا التراب، الاسبيراتور الاخوان، الاسبيراتور لا مارك جيرمان لاب. شكون اللي مازال ما شراش الاسبيراتور يجي ياخذها عند اواني شعيب. باي باي الشطابه، باي باي تماره، باي باي الشطابه، باي باي تماره، باي باي نبقى مضارب مع الزبل في الزربيه. اسبيراتور كدير 199 درهم فقط، كيف كتشوفوا 199 درهم. الكابلي ديالها راه فيه تبارك الله 2 مترو، غتشريوها وغتفكروني وغتقولوا علاش ما كانتش عندنا الاسبيراتور. البلاندر الاخوان اللي بغى العواصر بلا ما تبقاو تضيعوا فلوسكم، شريو بلاندر كاس راه كيطحن الثلج، يعني كتخشي العصير وكدير معاه حتى الثلج كيطحنوا، معاه كاس زل العطريه كدير 170 درهم. كنبيعوها بلا كارونتي، كنبيعوها بالكارونتي هاد البلاندر هادي. وكاين عندنا ديال اينوكس كدير 180 درهم، بلاندر كاس ديال اينوكس هادي 170 درهم وهادي 180 درهم. شوفوا معايا العجانه، العجانه الثمن ديالها 499 درهم، خديتها زوينه مرحبا. بلاطو ب 25 درهم والكبير ديالو 35 درهم. اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا في المدينه اللي جا حدا كره ارضيه يسول على اواني شعيب الكره الارضيه. نعطيكم دابا النعس، شوف غندير معاكم واحد القضيه زوينه، غادي ندير واحد الجوله على السلعه كامله اللي عندي هنا ياك، ونعطيكم النعت ديال المحلات ونعطيكم خدمه لا ليفريزون. الناس يلاه التحقوا بينا دابا وركزوا معايا مزيان، وغندور لكم على السلعه كامله على بركه الله. زيد براد الاخوان بريستيج درنا ليه 90 درهم، 1800 ريال في الدوري، واللي كبر منه 100 درهم
والكبير ديالو مول 5000 ريال كنبيعوه ب 130 درهم. كاين عندنا هاد البراد كيدير 60 درهم عوض 2600 اينوكس ما كيصدي ما والو. العجانه فيها 5 لتر ولا لا كدير 499 درهم. هذا قلنا هذا 60 80 90 والكبير ديالو 99 درهم عوض 3600. شوفوا معايا هاد الموديل شحال زوين. هذا راه كيدير غير 70 درهم. لا مارك لوكسوس 70 درهم اللي كبر منه ب 80 اللي كبر منه ب 90 والكبير ديالو يا سيداتي 99 درهم. الترموسات كيديروا 20 درهم 400 ريال. هادشي اللي كامل هنا هاد الشبيكه ديال الديسير وكتصلح حتى للخبز 10 دراهم 10 دراهم. هادو كيجيو فيهم لي غاطو لي سواغي 10 دراهم 10 دراهم. هاد البلاطو تاهو 10 دراهم. الطاجين 10 دراهم حتى هذا ب 10 دراهم. البونبونيغ بالرجيله 10 دراهم. هاد القرعه كدير 10 دراهم. هاد البلاطو الطويل كيدير 15 درهم ولكن اللي خدا جوج ب 25 درهم. حتى هاد الطبيصلات كيديروا 15 درهم باكيه واللي خدا جوج باكيات ب 25 درهم. شوف معايا هاد البلاطو كيدير 15 درهم حتى هو. شوفوا معايا هاد الصغيره ماشي الصغيره هادي الموين. الموين كنبيعو 3 ب 1000 ريال والكبيره كنبيعو 3 ب 60 درهم. 3 ب 1200 ريال. شوفوا معايا هاد الشبيكه ديال الخبز كدير 50 درهم 1000 ريال المربعه ديالها والكبيره ديالها كدير 70 درهم 1400 ريال فقط. ارخص محل في المغرب كيبيع لكم السولد. هاد الطبسيل غنبيع لكم اربعه. تخيلوا معايا الطبسيل غنبيع لكم اربعه الطباصل ب 60 درهم 4 طباصل ب 1200 ريال. يلا الاخوان تبرعوا لي مع راساتكم. هاد المقراش كيدير غير 90 درهم 1800 ريال. بزاف الناس الاخوان سولوني على القراعي ديال العطريه هاما جبناهم ليكم. الثمن ديالهم كيديروا 150 درهم. راه فيها 9 ديال الطبقات تبارك الله. واللي بغى ديال العود كدير 130 درهم 2600. واحد السيده كتبات لي الهضره كتقطع. واش بصح الهضره كتقطع ولا المشكل عندها؟ كتبوا لي الا كانت الهضره مزيان كتبوا لي مزيان في التعاليق. هاد القرعه على جوج ديال الطبقات كدير 130 درهم. شوفوا معايا ثلاثه الطبقات راه العود ديالها ما تخافوا لا من صدى لا والو وكتسد مزيان كدير 170 درهم. نتوما الان مباشره مع ارخص محل في المغرب كيبيع لكم السولد هو اواني شعيب على هذه ديال 13 القرعه كدير 199 درهم. الشميعات الرومانسيين كيديروا فقط 60 درهم. هاي الاخوان الهاشوار اللي جبنا لكم لاول مره كتاخذوا هاشوار راها كتخدم بالضو. ولا مثلا تحرق لك الضو ولا ما عندكش الضو ولا مشيتي لشي بلاصه ما فيهاش الضو كتخدمها تمانيول. كاينين الناس كيسافروا لبلايص مثلا كيخيموا في شي بلايص ما تيكونش الضو. كتقدر حتى الدراري ماشي غير البنات وماشي غير العيالات. الدراري اللي كيديروا التريب تقدر الا بغيتي تسافر ودير التريب تقدر دي معاك هاد الهاشوار كتخدم مانيويل. كطحن بها الحوت الخضره الربيع بصله مطيشه ثومه بطاطا الضراب ديال البيض كدير كل شيء. هاشوار اينوكس من الفوق ومن التحت لا مارك كرافت فيها 1500 ديال لي واط. الثمن ديالها ديال جوج يطرو كدير 140 درهم جوج يطرو. او 4017 واحد كتشوف اللايف شحال هادي ما شفت 4000 انسكرينيها بقاو معايا شحال هادي ما شفت 4000 توحشناها. كيف كتشوفوا الناس اللي كيديروا التريب كتقدروا تاخذوا هاد الهاشوار كتخدم بالضو وكتخدم مانيويل. اللي كيعرف شي واحد كيخيم ولا كيسافر يطاقي في لي كومونتير. يلا البنات طاقيو الدراري اللي كتعرفوا طاقيو لجيرانكم طاقيو صحابكم قولوا لهم اواني شعيب جاب بلاندر كتخدم مانيويل وبالضو 140 درهم. 3 اترو كدير 160 درهم وجوج اترو فيها جوج كيسان كدير 170 درهم. وثلاثة اترو راه فيها جوج كيسان. انت
واحد السيده كتبات لي في كومونتير وشعيب كتقول لي انها شوار 3 اطرو 160 درهم ومشيت عندك للحانوت وباعوا لي ب 4000 ريال. انا غنوضح لك 3 اطرو كدير 160 درهم بكاس واحد هيا، ولكن 3 اطرو بجوج كيسان كدير 199 درهم 4000 ريال. هيا فيها كاس اينوكس وزيد فيها كاس اخر ديال الزاج. شو تبارك الله 4000 واحد كتشوف اللايف، علاش؟ ثقة المغاربة فينا، حب المغاربة فينا. كون ما كناش بصح معقولين، كون ما كناش بصح كنجيبو لكم السولد، كون ما كناش بصح كنديرو البروموسيون، كنتعاملو بصدق مع الكليان. اي حاجة من القلب كتوصل لقلوب الناس، النفاق والكذوب وقلة المعقول ما عمرك ما كتقدر توصل. بالصدق ديالنا وبالمعقول ديالنا وصلنا. انا فرحان بزاف لانني كنشوف 4000 واحد كتشوف اللايف. اقسم بالله العظيم الا كنتعاملوا معكم بصدق، اقسم بالله العظيم الا كنتعاملوا معكم بوفاء، اي حاجه مغشوشه كنبعدوا منها، اي حاجه خايبه كنبعدوا منها، اي حاجه ماشي هي ديك كنهربوا منها. انا راه قلت لكم داك الناريات تبروبوزات عليا هاشوار اينوكس ب 100 درهم وما جبتهاش. علاش؟ ما بغيتش نتحكم على الكليان. جبت لكم هاشوار كاليتي زوينه 140 درهم او الجوده والضمان والمعقول الحمد لله، حيت انت معقول. شكرا الناس ديال لا ليفريزون، عافاكم انا معكم دابا. المهم الاخوان ندور معكم واحد الدوره على السلعه باش نقول لكم لا ليفريزون بشحال كدير. لا ليفريزون، لا ليفريزون خارج كازا داخل كازا كنديروها ب 400 ريال، وخارج كازا كنديروها ابتداء من 40 درهم. ها هي هما هاد الارقام، قيدوا 06 05 09 05 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. قيدوا عافاكم هاد الارقام، هما اللي غتقدروا تتواصلوا معهم. كلشي يدير لينا جيم الاخوان، دعموا لنا اللايف بجيم جيم، بغينا جيم الاخوان. كلشي يدير لينا هنا جيم. خويا شعيب كلشي عندك زوين، والدراري اللي خدامين معاك الله يعمرها دار. سير اخويا الله يسهل عليك، انا كنتقدى عندك من المحل ديال القريعه. مرحبا، كلشي يدير لينا جيم ويبارطاجي اللايف، كلشي بارطاجي اللايف، راه الدعم ديالكم في البارطاج. وصلنا ل 4000 واحد كتشوف اللايف لانكم درتوا لينا جيم، لانكم درتوا لينا جيم، ولانكم درتوا لينا بارطاج. كلشي بارطاجي اللايف، كلشي 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 كلشي. نكملوا معكم السولد كوكوطا الاخوان، درنا فيها ثمن زوين. جوج اطرو كدير 130 درهم، 3 اطرو كدير 160 درهم، 4 اطرو كدير 180 درهم. وتخيلوا معايا غتشري كوكوطا 4 اطرو ب 180 درهم، تخيلوا معايا غتشري كوكوطا 5 اطرو ب 199 درهم، تخيلوا معايا غتشري كوكوطا 7 اطرو ب 249 درهم، تخيلوا معايا غتشري كوكوطا 9 اطرو ب 280 درهم. البراد الاخوان بريستيج لامارك ليكسيس كيبدا من 90 درهم. هاو الفرفاره 199 درهم، بلاطو رويال، بلاطو رويال 199 درهم، الكيسان ديالو 60 درهم. وهذا قلنا لكم الصغير ب 90 وانت طالع. كاين عندنا كذلك هذه كدير 30 درهم بورت كيك. كاين عندنا كيسان ديال الرخامه كيديروا 80 درهم، بزاف الناس سولونا على الكيسان ديال الرخامه، الثمن ديالهم فقط 80. هادشي كامل اللي هنا كيدير 80 درهم. كاين عندنا هذا الموديل هذا كيدير غير حتى هو كيدير 80 درهم، هذا ديال الرخامه. زيد 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 زيد. واحد السيده سولتني على غلاي ديال الضو، انا غنقول لك دابا الثمن ديالو. هاد الكيسان كيبداو من 25 درهم، 500 ريال. كاين عندنا هادشي كامل اللي هنا كيدير 60 درهم، 1200. عندنا كذلك القطارات ديال القهوه، ترموسات، هادو كيديروا جوج ب 25 درهم. هاما لي كاغاف راه جاو لكم من جديد، كاغاف الثمن ديالو فقط 50 درهم. ها هو كاغاف 1000 ريال.
الناس اللي يسولون على ليك على لي على لي كغاف، واش هاد الاثمنه كاينين حتى في المحل ديال المحمديه؟ اكيد حتى في المحل ديال المحمديه. وهذا الشيء وادي 10 دراهم كيف كتشوفوا، 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. شوفوا هاد البلاطو شحال زوين كيدير 10 دراهم. بلاطوات زوينين اون بلاستيك اون بريستيج كيجيو زوينين في الحطه، كدير فيهم لي غاطو لي سواغي وداك الشيء، راه كياخذوا مع عندنا الناس بزاف. الثمن ديالهم 10 دراهم. حتى الشيء اللي كدير الخبز انا شخصيا كنستعملها في دارنا، الثمن ديالها 10 دراهم. هذاك الشيء اللي كنستعمل اللي كنبيع لكم كنستعملو، الثمن ديالها 10 دراهم. سولوني الناس على مقراش ديال الضو كيبدا من 90 درهم. سولوني الناس على الهاشوار مانيول الكتريك لا مارك كرافت 140 درهم. شكون اللي مازال ما خداش الثلاجه؟ الناس ديال التريب، او الناس ديال التريب اليوم عندي الجديد اليوم. الناس ديال التريب غتاخذوا هاد الثلاجه ب 130 درهم 2600 لا مارك طونك، ولا خديتو 10 ايترو ب 150 درهم، ولا خديتو 23 ايترو كدير 199 درهم. تبارك الله 10 23 ايترو خرجات بكثره. انا كنت كيحسب لي الصغير اللي كتخرج الساعه صدقات 23 ايترو هي اللي كتخرج ما شاء الله بواحد الطريقه كبيره كياخذوا عندنا العائلات. ثلاجه متنقله، الناس بزاف سولوني على طريقه الخدمه ديالها. اخوان راه كاين واحد لي كلاسي كيتباعوا في كيتباعوا في لي غرون سيرفاس، كيتباعوا في لي غرون سيرفاس كيف كتشوفوا. كيديروا واقيلا 10 درهم 5 درهم كيدار فيهم الثلج. هادوك هما اللي كتخشيهم مع هاد الثلاجه باش كتبقى شاده البروديه. هاد الثلاجه كدير فيها الحوت اللحم، كدير فيها لي كانيط العواصير اي حاجه. نقطه ثانيه كتصلح حتى انك تسافر بها ديها معاك، الا كان عندك شي سفر، الا كنتي غادي في الطريق، الا دير فيها الدواء، كل شيء كديرو. ثلاجة متنقلة 23 ايترو ب 199 درهم. عافاكم ما بغيتش شي واحد يخليها تتقادى ويتقلق منها، اجيو قبل ما تسالي. الثلاجة المتنقلة كدير 130 درهم 5 ايترو، زوينة بزاف ما غتندموش عليها. انا كننصحكم الاخوان بعض المرات الفلوس كيضيعوا في شي حوايج بانال، كننصحكم انكم تشريوا هاد الشيء، غتحتاجوها بزاف هاد الثلاجة المتنقلة 130 درهم. واخا ما تكونش غادي مسافر تاخذها. سافروا سافروا الاخوان سافروا. نزل عشي واحد الفيديو، واحد الفيديو طلع لي في التيك توك والله تعجبني بزاف وحق الله العظيم نوري لكم بلاتي. فين هو فين هو فين هو فين هو فين هو؟ انا كنقلب عليه ما لقيتوش. المهم كيف كتشوفوا الناس ديال الاسبيراتور الاخوان، جيب لي عافاك مقراج ديال الضو، سولين عليه الناس بزاف. جيب لي مقراج ديال الضو، جيب لي بانيني. الاسبيراتور الاخوان كدير 199 درهم. الناس اللي سولوني على الاسبيراتور 199 199 درهم. دائما اجدد الترحاب انتم الان مباشره مع ارخص محل كيبيع لكم السولد هو اواني شعيب. كنجيب لكم الهمزه السولد بروموسيون الجديد الاخوان كيف كتشوفوا. بلاطو رويال ذهبي كيدير 199 درهم، كيصلح حتى لي كادو. الفرفاره قلنا لكم 130 درهم 2600، وهذه اللي بليت زيد عليها ب 10 درهم. ورينا الكيسان ديال 500 درهم، انا نوريهم لكم دابا. هذا المقراج عواد 2600 غتاخذوه ب 70 درهم 1400 لا مارك ايتيمات. هاهي شتيها لا مارك ايتيمات ديال الضو، والله العظيم الا انا خدام به في الدار، مخير زوين. كندير فيه الماء ملي كنبغي ندير ملي كنبغي ندير هكا بالليل لويزه ولا شي لعيبه، كنديرو في البلاصه. الا درتي شويه الماء ما كايناش حتى 3 دقائق ما كايناش حتى 30 ثانيه كيسخن الماء، 30 ثانيه حتى 40 ثانيه كطفى هذا اوتوماتيك كيشعل. ملي كيسخن الماء كيطفى هذا الراسو باق كيطفى. شي لعيبه كنت بغيت نوريها للكليان وما عقلتش عليها، بقوا معايا الاخوان. صراحه كاين ما يدار عندنا العروسات الاخوان.
اللي بغاو يعمروا الكوزينه ديالهم يجيو عند اواني شعيب، حتى الناس اللي بغاو يتقداو لي كادو اللي معروض لشي عرس ولا شي حاجه، ها هما الترموسات كيديروا 120 درهم. بارك عليكم من ذوك الكيسان وكيسانهم وذوك السوبيرات وذاك الشيء، هذاك الشيء ديال موضي. الناس ما بقاوش كيبغيو هذا الشيء يجي، الناس ما بقاوش كيبغيو سوبيره وجبابنها كيسانو كيسانو. انا واحد العروسه جات عندي قالت لي يا خويا شعيب راه جاوني 6 الباكيات ديال الكيسان، 6 كاسو كيسانو. داكشي ديموطي، اللي بغى ياخذ الكادو ياخذ ترموسات، يدي هاشوار، يدي براد، يدي بلاطو، يدي هادشي كيجي زوين في لي كادو، كيقدروا يستعملوه الناس. كوكوط والله العظيم الا تقدر تاخذ كوكوط 5 اترو بلومبالاج ديالها بكراتين توديها كادو احسن من كاسو كيسانو. انا كنقول لكم الواقع كيف كتشوفوا الاخوان. شوفوا معايا الترموسات، ورينا العجانات مع الطفيه، مشى ليا الويفي جاي من اكادير، بغيت اللوكاليزاسيون. بالنسبه للناس اللي كيجيو من خارج كازا، من خارج الدار البيضاء، من مراكش، فاس، مكناس، كنعت لكم المحل ديالنا في المدينه في سونتخفيل، اواني شعيب المدينه، جا حدا كره ارضيه. كلكم كتعرفوا الكره الارضيه في الدار البيضاء، هذيك الكره الارضيه حنا جينا في الدار ديالها. كذلك الدار البيضاء فيها بنك المغرب واحد. الا دخلتي لكازا، دخلتي لكازا، اي واحد قول لي عافاك وريني بنك المغرب اللي كاين في سونتر فيل، اللي كاين في المدينه. هذاك بنك المغرب حنا جينا في الدار ديالو، كره ارضيه في الدار ديالنا، بنك المغرب في الدار ديالنا، البرنس ديال الدار البيضاء في الدار ديالنا، كازا بور بعيده علينا بخمسه دقائق، جرده الحمام حتى هي بعيده علينا بجوج دقائق على رجلك. يعني هذا الشيء كامل قريب المحل اواني شعيب المدينه. واش باقين حالين دابا؟ باقين حالين على قبل؟ والله الا قتلتيني بالضحك. السوبيرات والكيسان ديال العصير هما المساند الرسمي ديال الكادو في العراسات. واك شوف انا غندير جهدي باش نبدل هذه الفكره. وتخيلي معايا وحده مسكينه عروسه دايره العرس، فاطمه كتجيب ليها كيسان وكيسانها، عاشقه كتجيب ليها كيسان وكيسانها، سميه كتجيب ليها كيسان وكيسانها، الضاويه كتجيب ليها كيسان وكيسانها، فاتحه كتجيب ليها سوبيره وجبابنها، عاشقه كتجيب ليها سوبيره وجبنه، كتلقايها مسكينه حاطه فرق ديال السوبيرات، اش غدير لهم في الراشه وتبيعهم؟ والله العظيم الا كاين المراه اللي شاريه السوبيره ب 4000 ريال كتجيبها كتقول لك اخويا اعطيني فيها 100 درهم. الكادو هو اللي يستافد منه داك السيد اللي غدي ليه. ما نقولش لا ما نديش كوكوط حشومه، لا ما نديش ترموسات، لا ندي ليه كادو اللي غيستعملوه. علاش انا غندي ليه سوبيره وجبابنا وهي غتوصلها 5؟ نبدلو شويه الثقافه ديال لي كادو، نديو ترموسات، نديو بريردات، نديو ديال العطريه مثلا. هاي راه ماشي ساهله هادي، هادي راه تدخل طابير في الانترنت غتلقاها كدير 300 درهم، غنجي انا ناخذها لها ب 130 درهم مثلا. الترموسات غتلقاهم كيديروا بروموسيون في المراكز مثلا اكس، غتلقاهم ب 4000 ريال، انت غتاخذ لها ب 130 120 درهم، 2400. لا انا معاك، عندك الحق، خاص التغيير. هاد القضيه خاص التغيير فيها، خاص التغيير عافاكم، بلا ما تبقاو ديو سوبيره وجبابنها وكاس وكيسان. قولوا لي زيدوني شنو كيمشوا في الكادوات عاوتاني الدراري، اشنو كيمشوا في انا هادو هما السوبيرات وجبابنها وكيسان وكيسانه، اشنو عاوتاني؟ لا لا شنو عاوتاني تفكرت؟ طاس طاس اينوكس ويلي، وحتى عاد ما بقى كيعطي الطاس، راه كلشي ولا كينوض لافابو دابا ناري داك الطاس حتى هويا. واو واو واو، واحد النهار جات واحد السيده عند العرس في الدرب، جاو جوج عيالات خداو لها الطاس. قلت لها اختي راه خدات لها فلانه الطاس، قالت لي لا تا عطيني ندي لها الطاس. اش غدير فيه؟ واخدات لها فلانه الطاس، قالت لك لا تا عطيني طاس. تخيل معايا وحده حاطه جوج طيسان في الدار، ودخلنا عليك بالله اش غدير بالطاس طاس، وهذاك الاولاني معدم الدير به.
في الحقيقة وجاتني متقيلة أوروبا ما فاتوش تهري كل شيء. شكرا. زيد زيد الميكسور الإخوان عندنا الميكسور. المانطا المانطا والكوفرلي وحدة صرعاتها. واللي غادا بشيكادو كدير مانطا وكوفرلي. مانطا وكوفرلي. مانطا وكوفرلي. كتلقى السيدة تقول عا كتبدل في الناموسية. مانطا وكوفرلي. مانطا وكوفرلي. والله تعالى وحق الله العظيم. ورينا التباصل ديال الضياف ورينا كلكم كلكم كنقرا لي كومونتير ديالكم. بغيت الترموسات ولكن انا مسافره تقدر تجي تلقاهم تقادهم. واحد السيده قالت لي الفنيق بشحال الفنيق تاع الفنيق تا هما كيديهم كادو بزاف. ولكن في الاحسن كننصحكم الاخوان اللي بغى يدي كادو كوكوت ترموسات براد. شتي خذوا غير براد. شتي مثلا كتدخل الدار ديجا كتلقى المراه شاريه اربعه البراد. يعني شتي الا دي شي براد وهي عندها براد ماشي مشكل. الا ديتي كيسان شتي الكيسان هاد الكيسان هادو تقدر ديهم كادو. واخا يكونوا عندك كيسان الناس كينوعوا الكيسان ها هما 60 درهم. كيف كتشوفوا الاخوان مرحبا بكم. هيا الثلاجه المتنقله كدير 130 درهم. مازال الثلاجه المتنقله ما يمكنش بشي كادو صراحه هادي ما يمكنش. ولكن الترموسات وهادشي كيجي زوين في الكادو. 130 درهم 150 درهم و 23 ايترو كدير 199 درهم. بطل تقدر تطفي هاد لاكلي معافاك قبيله جاني الصاد ولكن دابا طنطناطني الله يجعل البركه. عندك غير ضربني البرد مع هاد لاكليم قبيله كان فيا الصاد ودابا فيا البرد. بقاو معايا عافاكم طفي خويا ديك لاكليم الله يرضي عليك. والله ما بقيت تحت منها بزاف. غتجيب لي عفا شوف شوف غتجيب لي ميكسور. واحد السيده سولتني على الميكسور اكثر من 50000 مره. عرفتي اش غتجيب لي؟ غتجيب لي هذاك اللي كنبيعوا ميكسور وهاشوار وطراب والبول ديالو. ويلي على ما بقاش ديال 130 درهم. ديال 130 درهم كاين. ديال 99 درهم اللي ما بقاش. اما ديال 130 ديال 130 درهم باقي المحل ديال لا اللي معاه الباك كامل كنخاف انا كنجي هنا كتمشي ليا لا كونيكسيون. ما بقاش صافي صافي اعطيني هذاك على واحد. شحال داير هذاك على واحد؟ كاين بقى غير على واحد ولكن الاخر زوين كان فيه تراب وهذا وكان زوين ب 130 درهم حتى هو. كان عندنا واحد الميكسور الاخوان بقاو معايا كان فيه ميكسور وطراب وهاشوار وبانيو كنا كنبيعوه ب 130 درهم. ايوا الاخوان هادشي علاش تنقول لكم سارعوا قبلنا في هذا المخزون. كان زوين هذاك صراحه. خلي شوف هذاك خليته نعاودو نجيبو للكليان. هذا اللي واقف على ميكسور ايرجون غيجي ياخذ هذا ب 130 درهم. اللي ما واقفش على ميكسور ايرجون راه غنجيبو لكم الاخر فيه ميكسور وطراب وهاشوار. الى عندكم الزهر وعاود رجع 130 درهم ما شاء الله كان داير لا طوندونس. هادشي علاش نقول لكم جيب لي بانيني عافاك. هادشي درني ظهري يمكن ليش عطيني كرافت والامبريال ديال الجرانيت. الكيسان ديال 25 درهم خويا ورينا هذوك الفنيقه. هما الفنيقه الاخوان شوم واعرين بالصينيه ديالهم هادوهم. عطيني عفاك هاد الفنيق شد معايا بحال هكا. او هادو بلاطو رويال ديال الفضه. الفنيق حتى هما شد معايا بحال هكا. الفنيق حتى هما رويال ديال الفضه كيف كتشوفوا. وكاين عندنا حتى الغطا ديالهم حتى هما كتشوفوا. هادو صراحه ما عنديش الثمن ديالهم بالضبط دابا الوغ ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالهم اكزاكت كيف كتشوفوا. كنعتذر ما عنديش لو بري ديال هادو. ان شاء الله في اللايف الجاي
في اللايف جي ان شاء الله نقول لكم الثمن ديالهم، مي اكيد حيت عند اهواني شعيب غيكون ثمن زوين. الكيسان ديال 25 درهم وما هادو هما فيرزاتشي. قبل ما ندوز للكيسان ديال 25 درهم، الفرفاره كدير 2600 واللي باليد ديالها كدير 140 درهم زياده على 10 درهم. شتي تلوين ديالها زوين. دابا عرفتي ملي غتقاد لكم هادي ب 2600 وغيجيو الناس وغتقول لهم هادي ب 2800، دابا اللي كتفرجوا في اللايف غيتفهموكم. قال لينا شعيب هادي ب 2600 وهادي ب 2800، ولكن الناس اللي ما تفرجوش في اللايف طفرتوها من عندهم، يقول لكم انتم كدابه، شعيب قال لينا 2600 وزدتوا علينا 10 دراهم. قالوا لينا خويا كتكذبوا علينا. لا الاخوان عافاكم، 130 درهم وهذه 140 درهم. كنطيحوا في هذه السوء تفاهمات بزاف بزاف كاع بواحد الطريقه خايبه. مثلا هذا البلاطو هذا نقول لكم شنو كيوقع لينا. مثلا هذا البلاطو هذا كيدير 25 درهم، ها هو هذا 25 درهم والكبر منه شويه 35 درهم، كيبانوا بحال فحال انت شوف. ولكن الا حطيتي بعض المرات كيتقاد علينا الكبير كيتقاد علينا الصغير، وكيجيو الناس كيلقاو الكبير. ملي تنقولوا لهم 35 درهم تيقول لك لا، قال لينا شعيب في اللايف 25 درهم. اذا لقيتي الا جبدوا لهم شي فيديو راه كيتفهموا، ولكن كاينين الناس يقول لك لا مش. ولا مثلا ها انت 130 150 199 درهم، كاينين الناس كيبرونشيو في راسهم غير 130 درهم. مني كيجيو تيقول لك لا راه قال لينا شعيب 130 درهم، ونساو ان راه الكبيره كدير 199 درهم. واحد السيده صيفطات لي ميساج قالت لي شعيب قلتي لينا الهاشوار 3 ايترو 160 درهم وجيت لقيتها ب 4000 ريال. انا وضحت لكم علاش، لان 3 ايترو كدير 160 درهم، ولكن 3 ايترو فيها جوج الكيسان هي اللي كدير 200 درهم. خويا عافاك بشحال بشحال باش درتي ديك لاكليم الله ينورك خويا، واش عندك الغلاي ديال الضو شحال درتي ليه؟ عرفتي كنمشيتي لحد الكيسان وكنساهم. واحد السيده كتبات لي كيسان ديال 25 درهم، واخا تنسى تعيا تفكرك. هاما الكيسان ديال 25 درهم وما هادو، ها هي باكيه شيوم فيرزاتشي زوينين. باكية فيها ستة راه غير ممسوحينش، أما هما راه نقيين. باكية بخمسة وعشرين درهم. البانينة الإخوان عندنا بانينة صغيرة كدير 90 درهم جرانيت، وعندنا بانينة صغيرة جرانيت إينوكس كدير 100 درهم، وعندنا بانينة إينوكس جرانيت ولكن كبيرة راه كنا كنبيعوها ب 4000 ريال، رجعناها ب 190 ولا 180 فكرني. جرانيت 180 والطيفه 180 رجعناها ماشي 190. انا راه كن ما كنبقاش نقول شي حاجه في اللايف يومين ثلاث ايام كننسى. هاي بانيني امبيريال اينوكس جرانيت من الداخل كدير 180 درهم. شكرا. ما بغيتيش تورينا الطابله اكثر من ثلاث اش من طبله، ما بغيتيش تورينا الطبلة. اش من طبلة؟ اش من طبلة؟ واش باش عرفتي هاد واش على الطبلة؟ وريني واش كتهضري على الطبلة؟ هاهي زيد حيد هاديك. هاهما ثلاثة ديال جبتوهم ياك؟ يلاه جاو. هاهما ثلاثة ديال الطوابل جيكون كيف كتشوفوا. بقى معايا. ثلاثة ثلاثة ديال الطوابل جيكون ب 350 درهم 7000 ريال. البلاطو التوما كيمشيو كادو. وريهم خالد امعدور. يا سلام على الاستاذ ديالنا، تحية كبيرة السي خالد راك منورنا. هاديك اخويا خالد لا ديستونس سو فرونس، البعد اللي رشاني ما بياش الغربة انا هنا يا شبعان. كيف كتشوفوا بلاطو كيدير 199 درهم. دابا هاد اللحظه خالد كيضحك براسك، واخا انا عندي حاسه السادسه انا كنشوف فيه من هنا كيضحك.
60 درهم والبلاطو 199 درهم. صراحه الاخوان ضرني ظهري يمكن ضربني البرد، كنت قبيله في لابيسين وطنطاني واحد البرد في ظهري والله العظيم. الى دابا كنكمل في اللايف بزز، ورينا خويا العجانه باش نكمل اللايف. عافاك عطيني العجانه باش نقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه، مرحبا بكم. كنتم مباشره مع ارخص محل في المغرب كيبيع لكم السولد، هو اواني شعيب. تنقول لكم مرحبا بكم. بقاو معايا نعطيكم الثمن ديال العجان. عافاكم وطنطناطني هاد لاكلي مشاهي في راسك. او نعم شوفوا تبارك الله 2300 لايك 209 بارتاج، وطوان اكثر من ساعه ونا ديال اللايف. نسيت راسي انا في هذا اللايف هذا. يلا الاخوان كلشي دير لينا هنا جيم، دير عاجي معايا كتبان لي 3000 واحد كتشوف اللايف. الناس سهرانين تبارك الله، الناس مازال سهرانين معانا وما سخاوش بينا. ديروا لينا جيم، بارطاجيو اللايف الاخوان، كلشي بارطاجي اللايف، كلشي 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 يدير لينا جيم ويبارطاجي اللايف. دراري العجانه عافاكم العجانه راه كانت محطوطه غير دابا. هاد السولد الاخوان كاين في جميع محلات اواني شعيب. الناس اللي تكتبوا لي فين كاين هاد المحل، نتوما مباشره من محل اواني شعيب. انا كتجيني عجب شي واحد كيقول لي فين كاين هاد المحل. اواني شعيب اشهر محل كيبيع السولد في المغرب. انا شخصيا اي بلاصه كنمشي لها بالصدفه، اي اداره كندخل لها تنقول لهم واش كتعرفوا اواني شعيب، يقول لي اه كنعرفوها. الحمد لله هادشي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدعم ديالكم والبارطاج ديالكم. الى وصلتي للسونتخفيل في كازا المدينه، اي واحد حدا كره ارضيه قلتي لي اواني شعيب وريك المحل، اي واحد حدا برانس المدينه حدا ورا كره ارضيه نعطيكم النعت بالفيديو. عافاكم بقوا معايا. خدمه التوصيل اللي بغى السلعه توصلو حتى للدار 06 05 09 0635 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. زيد النعت ديال المحل ديال المدينه هو هذا. هادي هي جردة الحمام مدرقات الشجر، هذا بريد المغرب معروف في كازا، بريد المغرب واحد اللي كاين. هذا هو بنك المغرب، كلكم كتعرفوا بنك المغرب، هو اللي كيدوز من قدو التراموي، كيدوز من قدامو التراموي. هذا هو بنك المغرب، حنا جينا في الظهر ديال بنك المغرب في الزنقة هيا. شفتوا بنك المغرب؟ ها هو حنا جينا في الظهر ديالو. هاد الزنقة هادي سميتها زنقة طاطا. بلا مارا أواني شعيب جا مقابل مع السينما ليوتوسيا، مقابل مع اوتيل المامون، او في زنقة طاطا. غنعت لكم المحل من الجهة الأخرى. هذا هو اوتيل المامون، شتو اوتيل المامون هو هذا، هو المحل ديالنا في الزنقة. ها هو بنك المغرب اللي وريتكم قبيلة، شتو ها هو بنك المغرب هو هذا ها هو اللي وريتكم قبيلة. يعني حنا في الزنقة ديالو بلا ما جينا مقابلين مع ايدن ايس. هذا هو اوتيل حياة ريجينسي، هذه هي كرة أرضية اللي جا في التراموي يهبط في ساحة الأمم المتحدة، كيدخل مع هاد الزنقة وكيلقى هنا أواني شعيب المدينة. بالنسبة للمحلات ديالنا الآخرين، كاين عندنا المحل في الرحمة، نبدا لكم من الرحمة عافاكم. أواني شعيب الرحمة كاين جوج ترمينيسات ديال الطوبيس النمرة 50، الطوبيس النمرة 50 لالين ديال الطوبيس النمرة 50. كاين ترمينيس في المدينة وكاين ترمينيس في مدينة الرحمة. هذاك الترمينيس اللي في مدينة الرحمة قدام واحد الرومبوا، أواني شعيب جا في ديك الرومبوا حدا أجونس إنوي، وحدانا واحد السيد كيبيع دجاج سميتو طارق مول الدجاج. أواني شعيب جا في الرومبوا، راه معروفين ما شاء الله في ديك الرومبوا، ومعروفين حتى حدا الطوبيس النمرة 50، راه معلقين في البانو أواني شعيب. بالنسبة للمحل ديالنا غنمشي للرباط باش ما نتلفش، نبقى غادي بالمدينة بالمدينة. بالنسبة للرباط كاين رومبوا المنال،
رومبو المنال حداها سناك أنس أواني شعيب جا في الصف ديال سناك أنس. سناك أنس كاين واحد الشارع تما سميتو شارع المنزه تما فين كاين أواني شعيب مدينة الرباط، هاد السلعة كاملة كاينة تما بنفس الثمن بنفس السولد. وبالنسبة للمحمدية كلكم كاينة جوطية وحدة في المحمدية، مدينة المحمدية عندها جوطية وحدة. هذيك الجوطية اللي كاينة في المحمدية حنا جينا مقابلين مع جامع مالي، جامع مالي مسجد مالي، توصلوا الجوطية ولا جامع مالي سولوا على أواني شعيب، نهبطوا للبرنوصي، البرنوصي أواني شعيب البرنوصي، جينا في الدار ديال النيابة، حي البرنوصي فيه النيابة وحده، كل حي في كازا عنده النيابة ديالو، كاينة نيابة أونفا، نيابة بن مسيك، نيابة، بالنسبة للبرنوصي هو عنده النيابة ديالو، هذيك النيابة اللي في البرنوصي حنا جينا في الدار ديالها، في الشارع، ملاصقين مع استوديو ياسين، سولوا على النيابة، استوديو ياسين، حنا ملاصقين معاه، المحل القديم ديالنا اللي حدا كويبينا ما بقاش. بالنسبة للمحل ديالنا في القريعة كاين الرومبو ديال مالي البونج، الرومبو ديال دولي دول، كاين شارع بشعيب الدكاي اللي حنا جينا فيه. وبالنسبة للحي المحمدي عندنا جوج محلات، واحد جا في الطلعة ديال القيصرية ما بين القيصرية وقهوة فلوريدا في ديك العقبة، والآخر جا في دورة المذاكرة. قلت المحلات كاملين ياك ما نسيت محل. لا ليفريزون سيدي حنا كنتعاملوا مع واحد الشركه، حنا ما عندنا حتى علاقه بلا ليفريزون، حنا غير كنتسخروا لكم مع ديك الشركه. لا ليفريزون هذيك الشركه لا ليفريزون كدير داخل كازا ب 20 درهم وخارج كازا ابتداء من 35 درهم. هذه الشركه كنظن تابعه لشركه وافاكاش، اي واحد ياك وافاكاش ولا غلطت، اي واحد قال لي لا ليفريزون غاليه ولا لا ليفريزون هذه الشركه اللي مغليه ولا الشركه اللي مرخصه، حنا غير كنبيعوا السولد. وحيت نتوما في لي كومونتير بزاف طلبتوا منا لا ليفريزون، درنا واحد الخدمه خاصه بلا ليفريزون، كاري ليها المحل ديالها شادين ليها الوليدات كنخلصوهم على قبلكم نتوما وعلى قبل تعاليقكم. اما حنا راه ما عندنا حتى ربح في لا ليفريزون، حنا الربح اللي عندنا هو الكليان يجي عندنا ويتقدى. اذا لا ليفريزون الشركه اللي كتخلص من عندكم ماشي حنا، وباش نديروا لكم لا ليفريزون غراتوي ما نقدروش، ما يمكنش لي انا غنبيع لك براد ب 1200 ونخلص لك الشركه ب 35 درهم، بحال غنبيع لك البراد ب 15 درهم، واش كاين واش ممكن هذا البراد يكون ب 300 ريال؟ ما يمكنش، ما يمكنش انا نبيع لك تيرموسات ب 90 درهم ونخلص لك لا ليفريزون ب 500 ريال، ب 700 ريال، بحال غنبيع لك التيرموسات ب 50 درهم، ما يمكنش. ولكن الناس اللي كيتقداو السلعه بزاف كتطلع لهم مزيانه، الا تقديتي طيرموسات وتقديتي براد وتقديتي بانيني وتقديتي فرفاره يعني كرتونه كتخلص عليها 700 ولا 800 ريال، كتطلع لك زوينه، بحال كل بياسه كتزاد عليك فيها 100 ريال. بغيت مروحيه انا فسلا اخوان، والله العظيم الا ما سخيتش بكم ما شاء الله كنشوف العدد ديال المتابعين ما هبطش على 3000 واحد، ولكن جاء وقت ديال انا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه. جيو قبل ما تقاد السلعه، الجاليه المغربيه مرحبا بكم، تنقرا التعاليق ديالكم كاملين والله العظيم على راسي وعينيا، ما شاء الله كل شيء غزال عندكم، شريت تقريبا كل شيء من عندكم. شكرا لك على الام مدريس وزهير. الفرفره العاديه راه قلنا لكم 2600 واللي بالقبضه ديالها كدير 140 درهم، هايا راه كاينه غير في المدينه هاد الساعه اللي بالقبضه، كاينه غير في المحل ديال المدينه. ان شاء الله ابتداء من غدا نحاولوا نوفرها لكم في جميع محلات اواني شعيب. الكيسان راه قلنا لكم 25 درهم باكيه، وكاينين هادو كيديروا 60 درهم 1200 ريال. البلاطو رويال كيدير 199 درهم كيف كتشوفوا، بلاطو رويال كيدير 199 درهم، الكيسان كيديروا 60 درهم، بلاطو سامبل كيدير 140 درهم. البانيني، الهاشوار، الهاشوار الاخوان، الهاشوار كرافت كتخدم مانيول الكتريك، كتخدم بالضو وكتخدم حتى مانيول، الثمن ديالها 140 درهم، جوج يطرو ثلاثة يطرو 160 درهم، دير جوج الكيسان كدير
و 70 درهم وديال 3 اطروج الكيزان كدير 199 درهم. البراد الاخوان كيدير 1890 درهم. هو هذا واللي كبر منه نطالبو. اخوان كتبوا لي في التعليق اشنو هو المحل اللي كتمنوا نحلوه، اشنو هي المدينه اللي كتمنوا نحلوا فيها. واحد الدري صاحبي عاود لي قبيله واحد لي استوار زوينه عجبتني، قال لي ان المدام ديالو داخله في واحد الجروب ديال واحد المدينه اللي هي سميتها مدينه اسفي. والله العظيم عاود لي الياس غنعاود لهم انا في اللايف دابا، وقال لي واحد السيده كتبت ليهم اشنا هي الحاجه اللي ما كايناش في اسفي وكتمنوها في اسفي. اقسم بالله الا هادشي اللي كنعاود بصح، كل واحد اشنو كتب ما عرفتش. وشي تمنيات الناس كتبوا كنتمنوا يكون عندنا اواني شعيب. والله العظيم الا كرون بليزير وحق الله العظيم، والله العظيم الا هادشي راه كيحملني المسؤوليه كثار من كيفرحني ولا كثار من كيعجبني الحال. كيحملك مسؤوليه كبيره، هذا عاتق في ظهري ان الناس كتبغيك بهذه الطريقه وكتعطيك اهتمام من بطن وكتمناك تكون في المدينه ديال. جميل جدا. انا راه واحد المدينه بلا ما نقول السميه ديالها، واحد السيد عنده مول، مول قال لي نعطيك محل فابور فراسك هذيك نعاودها لهم في اللايف. قال لي نعطيك محل فابور، ما قالش لي نعطي لك فابور، قال لي نعطيك محل فابور لمده ديال 3 سنين وجي حل فيه اواني شعيب لمده 3 سنين. ماشي رفضت، ولكن صعيبة المسؤولية ديال انك تنقل لشي مدينة بعيدة شوية صعيبة. الوغ فكرت ولقيتها، لقيت راسي ما مستعدش باش ما نكونش كنخربق. الصخيرات ما كرهناكش تكون في ازمور ولا جديدة. زيد كتبوا لينا ما كرهناش تكون في مراكش، القصر الكبير، طنجة جديدة جديدة. زيد كتبوا لينا اشنا هي المدينة اللي كتمناونا نكونوا فيها. فاس، فاس يقول لك فاس حاكم العالم ياك. بني ملال، بني ملال، لا بني ملال هذه آية كتبها جوج المرات. الثمن ديال القراعي ديال العطرية، القراعي ديال العطرية جبنا لكم هذه المرة ديال العود اللي اللي ما غتخافوا لا من صدى لا والو، كتسد مزيان. على جوج الطبقات كدير 130 درهم، على ثلاثة الطبقات كدير 170 درهم، وعلى 13 القرعة كدير 199 درهم. صراحة المحل اللي كنتمنى، المدينة اللي كنتمنى نحل فيها محل كنتمنى، ولكن صعيب شوية الحال بحكم البعد ديالها وداكشي. جوج مدن كنتمنى نحل فيهم أواني شعيب، مي حاليا ما نقدرش نريسكي. مدينة طنجة ومراكش صراحة، حيت كنبغي هاد المدينات، ماشي حيت أنا كنبغي هاد المدينات. مكرهتش تكون عندي فيهم، مكرهتش تكون عندي فيهم محل باش نبقى نمشي لهم ديما، فهمتي. مراكش وطنجة، أحب مراكش بزاف، كنبغي المدن كاملين، كنبغي إفران، كنبغي جديدة، ديما كنمشي واحد القهوة زوينة من سيدي بوزيد الله، كنبغي الوالدية، آسفي، كنبغي أكادير، جادوغ أكادير، كنبغي الصحراء، العيون، كنتمنى نمشي للداخلة إن شاء الله شي مرة، والله العظيم إلا كنتمنى نمشي للداخلة شي مرة، زوينة الداخلة، كنسميها مالديف إفريقيا. الحسيمة والناظور اوف واو واو واو، ما يمكنش. انا نهار مشيت لواحد البحوره في الناظور حسيت براسي كنحلم، والله العظيم الا كنقول واش انا واش هذا الشيء حقيقه، اقسم بالله العلي العظيم. الا كنتمنى اي واحد يمشي لذوك البحوره لانهم زوينين بزاف. الناظور مدينه واعره بحال كالا بلانكا ياك، لا في الناظور كالا بلانكا، وكاين واحد البحوره زوينه بزاف، الحسيمه هي فيها بحوره واعرين، تيطوان كتعجبني بزاف، كابو نيغرو، مارتيل، فنيدق، العريش، وجده، الناس ديال الشرق كيعجبوني بزاف في المعامله ديالهم، في الناس ديال بركان، تازه، الناس ديال الرشيديه، احسن ناس،
بالطيبوبه ديالهم وداك الشيء. كنبغي المغرب كامل، ما كرهتش نكون في المغرب كامل ان شاء الله، وما كرهتش نزور المغرب كامل. الداخله خطيره بزاف والله، كنتمنى نمشي للداخله صراحه. اللي كيعرف شي اوتيل زوين تما يكتبوا ليا في لي كومونتير. كاين اوتيل واحد ياك والله الا والله العظيم الا كتعجبني الداخله بزاف. كيف كتشوفوا الاخوان العجانه، كيف قلنا لكم 5 ايترو اينوكس كدير 499 درهم. الناس اللي سون على العجانه الثمن ديالها 499 درهم. الاير فراير الاخوان كدير 599 درهم. الباني غرانيت كدير 180 درهم. الكوكوطه الاخوان 5 ايترو عوض 6000 ريال، غتاخذوها ب 199 درهم 5 ايترو. البراده الاخوان عوض 2600 ولا 3000 ريال، غتاخذو فقط ب 90 درهم. لا مارك لوكسيس اوريجينال. الهاشوار كرافت 140 درهم اينوكس، فيها المانيول الكتريك. البلاندر كدير 170 درهم والاينوكس 180 درهم. الثلاجه المتنقله الثمن ديالها 130 درهم، والكبيره 199 درهم. العطريه كتبدا من 130 درهم. الترموسات 90 درهم وكاينه 120 درهم وكاينه 130 درهم. البراد كيبدا من 1200 ريال. هادو كنبيعو 3 ب 50 والكبار 3 ب 60، وهاد التويشيات راه كلهم كيديروا 10 درهم. كاين عندنا الكوكوطات لي بانيني الطباصل لي ميكسور، كلشي كاين، كلشي كلشي. خريب قرا عندي فيها العائله، عندي فيها لا فامي. هذا 130 واللي بليد ديالها 140 درهم. كاين عندنا لي سوطاج ديال تركيا، راه بزاف د اللعيبات ما بينتهمش ليكم حيت ما نقدرش نوريكم المحل كامل صراحه. هاد لي سوطاج كيديروا 80 درهم 1600. وارزازات يا سلام، بصراحه عمري مشيت للمدينه اللي عمري ما مشيت لها انا، المدن اللي عمري مشيت لهم في المغرب، وارزازات الرشيديه والداخله. وهاد المدن اخويا ديال الطياره، ماشي ديال ماشي ديال الطوموبيل. وارزازات وارزازات والرشيديه. شوف مطار دوك واحد البلاصه حدا الرشيديه معروفه سميتها زاكوره، قرا قلعه مكونه، كيمشيو لها الناس بزاف لي توريست. الرشيديه ايش؟ لا ورزازات هي ديال التوريزم، ورزازات هي كيمشيو لها التوريزم. لا لا الرشيديه واحد البلاصه، واحد الصحراء تمايا كيمشيو يتدفنوا فيها وداك الشيء. مرزوقه مرزوقه واعره تايا. هاد المدن زوينين، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غادي نزورهم، مي خاصهم الطائره تكون شي بروموسيون مزيانه ان شاء الله. علاش لا رويال اير ماروك يديروا لنا شي بروموسيون مزيانه في اطار تشجيع السياحه الداخليه، تكون اخويا شي فواياج للداخله اري وروتور ب 500 درهم. ها يديروا بروموسيون 499 درهم. ها رويال اير مارك ان شاء الله يديروا لينا شي بروموسيون، كيف دائما كيعوضونا بلي بروموسيون الجميله الرائعه. اكادير ان زكان كلشي قلتي الا فاس، وقويله قلنا فاس حاكم العالم، بدينا به الاولى. مرحبا بك في قول ميم وادنو ان شاء الله، مرحبا القصر الكبير سلا الريصاني سلا 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 سلا. دابا صافي حلمتي دابا غير تحقق، طنجة قريب ان شاء الله. مدينة طنجة ترحب بكم، فاس طنجة مراكش كيكونوا قراب لجميع المدن الصغار باش يكون قريب للمحل الله ميسر. اليوم تقديت عندك الجودة رائعة، قال لي يا راجلي انت خصك بنكة وما تقدكش. سلمى هدى كيضحكون هاد لي كومونتير. فين هما الاكسان ديال 500 وعلى الزاكورة جيتي؟ لا ما فهمتش الكومونتير ديالك. برشيد تحية كبيرة نزل برشيد. سولتك 100 مرة شكون هي أم إبراهيم، ما عرفتش شنو قالت. مرحبا بك في وزازات، ولكن باش تشوف الجمال الجنوب جيب سيارة طريق تيشكا.
وقيل فين انا ماشي في طريق شيشكا ياك، وقيل درنا بحكم انا كندير هادشي ديال الاعمال التطوعي في واحد الجمعيه، ديجا وقيل دزت من طريق شيشكا كنظن ديجا دزت منها ياك في شي ايفينمون درنا زاكورا. دابا راه فوق شويه انزكان سمارة. اخواني ما سخيتش بكم صراحة، برشيد تحية كبيرة نزل برشيد، شكرا لكم بزاف على المتابعة، نتلاقاو معكم غدا من 10 الصباح حتى 10 الليل. انا عرفتكم ما سخيتوش بيا لان تبارك الله 2400 2500 واحد كتشوف في اللايف ما هبطاتش، نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله في لايف اخر. وزان جميلة حتى الطوموبيل كتمتع في الطريق، طريقها ولات مزيانه. عندنا المحل في الرباط، وهاد السلعه كل اللي كتشوفوا كاينه في اواني شعيب مدينه الرباط. مرحبا بك في وجده. انا فيش ماجي لوجده ولكن ماشي لها شي 5 سنين ياك. امتى مشينا لوجده؟ كنتي معايا؟ شي 5 سنين كثر مشينا لها واقيلا في 2016. انا فيش ماشي لوجده، مشيت للسعيديه ودزنا لوجده، زوينه وجده حتى هي مع ديك الحدود وداك الشيء، فيها واحد المنظر واعر. وخليوني نمشي، شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم، نتلاقاو معكم ان شاء الله غدا مع 10 الصباح في جميع محلات اواني شعيب. الناس اللي يلاه دخلوا دابا اللايف تقدروا تلتحقوا بينا دابا، اما الانستغرام راه غندير لايف تما خفيف ظريف، او عاودوا تفرجوا في اللايف من الاول. شكرا، مرحبا بكم، كنتم مباشره مع اواني شعيب.